جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما السنة يقول عند دفننا للميت؟ وهل ورد أننا نقوم بتذكير الناس عن الموت وعن أهواله؟ السنة في دفن الميت أن يحفر له القبر الذي يستره ويمنع ظهور الرائحة ويمنع وصول السباع إليه، لأنه منزله المؤقت إلى أن يبعث. يكون المسلمون يحسنون قبور موتاهم ويعتنون بها، وكذلك بوضعهم في اللحود يوجهون إلى القبلة على الجنب الأيمن، موجه إلى القبلة، ويسد عليه اللحد حيث لا يتناثر عليه التراب، بل يصف عليه اللبنات ويجعل خلال اللبنات طين، ثم يهال عليه التراب ويرفع، يعني يهال عليه ترابه، تراب القبر، ويرفع عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما من أجل أن لا يجتمع السيل على سطحه، يكون مسنما من أجل أن يزول السيل عنه ولا يرفع أكثر من شبر. وأيضا يوضع النصائب على أطراف القبر حتى تعرف حدوده. نعم.